السلام عليكم ورحمة الله. الليلة هنبدأ الـ Viral Hemorrhagic Fevers. الـ Viral Hemorrhagic Fevers برضه هي من الحاجات الماينر، لكن بالنسبة لنا عندنا في الشمالية خاصة وفي السودان عامة في أنواع كده كومون إنها بتحصل، هذه epidemics يعني، فهنتطرق لها هنا لجزء منها يعني، بحيث انه يكون عندنا معلومات كافية عن الحاجة دي. اللي هي بتضم لي 4 عائلات: الأرينا فيريدي، البونيا فيريدي، الفيلو فيريدي، والفلافي فيريدي. اللي هي عبارة عن مجموعة من الأمراض بتعمل لي some diseases، وممكن في النهاية يحصل complication بهيمريج، عشان كده تسمت بالفيرال هيمريجيك فيفرز. تعمل مالتي سيستم سيندروم، فاسكولار دامج، بعد مرات او بليدنج، ممكن تعمل في مراحل تكون لايف ثريتنينج. العائلات اللي قلناها اسي الارينا فيردي اللي هي بتضم لها اللاسا فيروس اللي بيعمل لها اللاسا فيفر، البنيا فيردي بتمثل لها الكليمن كونغو هيموريجيك فيفر والريفت فالي، وهنا هنتكلم عن الريفت فالي. الفيلو فيريدي تشمل لي الماربورغ والإيبولا، هنتكلم عن الإيبولا هنا. الفلافي فيريدي تشمل لي اليلو فيبر والدينج فيبر والكازينور فورست ديزيز والأمسك هيموريجيك فيبر، بيهمونا اليلو فيبر والدينج. هنبدأ بأول واحدة معانا اللي هي الريفتاري فيبر. دي عبارة عن ديزيز كان ضارب الولاية الشمالية قريب ومروي بالأخص وكريمة، عبارة عن acute febrile viral disease. هو بيصيب ال domestic animals cattle, buffalo, sheep, goats, camels، بعد مرات يعوب ينتقل لل humans. أكتر شيء بنشوفه دايما في اللي هو في البقر خلاص والماشية زي الخرفان والحاجات دي. Rift Valley is most commonly associated with mosquito borne epidemic during years of unusual heavy rain. دايما بتظهر مع موسم التساقط بتاع الامطار وكده، دايما في الحتات بيكون غالبا ما فيها مطر كتير يعني، فتبدا البعوض بالتكاثر، لانه اغلب الفيرال هيموريجيك فيفرز بتنتقل عن طريق الموسكيتو، بالاخص النوع بتاع الايديز. فالريسيرفو بالنسبه لها هي الموسكيتو، وبالاخص شنو هو الايديز. الكلاسيفيكيشن زي ما شفنا هنا في الجدول اللي فات مصنفه تبع البونيا فيريدي جينوس ليبي فيروس. الاستراكشر انفلوب سنجل ستراندد ار ان اي، خلاص اصلا اغلب الدي ان اي اللي احنا اتكلمنا عنهم اي حاجه ثانيه هتكون عباره عن شنو؟ عن انفلوب ار ان اي. الترانسميشن زي ما قلنا ارثروبوتس، عن طريق ارثروبوتس منها الموسكيتوس بانواعها، الايديز، الانوفاليس، الكوليكس، واكثر حاجه نحن عندنا هنا اللي هي الايديز. دي واحده من طرق الانتقال. في طريقه ثانيه اللي هي الدايركت كونتاكت. دائما الفيروس بيكون موجود في السوائل بتاعت الانيمالز. فاذا في دايركت كونتاكت ما بين الهيومنز وما بين السوائل بتاعت الانيمالز، دي برضه ممكن تكون هنا الزول عرضه للاصابه. الناس مثلا البوتشرز شغالين في الجزارات، الاطباء البيطريين وغيره، ده ممكن يكونوا معرضين للحاجه دي، او ممكن عن طريق الزول يتعامل مع كونتامينيتد ميت، يكون موجود في الميت، السوائل الموجوده في الميت، والزول يجي ياخذها وما يكون حضرها كويس قبل ياكلها وكده. ممكن برضو عن طريق الايروزولز ترانسميشن، لو برضو انه الزول احتك مع حاجه برضو فيها شنو؟ فيها الفيروس او سوائل بتاعت سبيسيمن بتاع في اللاب بالأخص بتاع انفكتد انيمال، برضه فيه الفيروس، لكن ما في بيرسون تو بيرسون ترانسميشن. عشان كده لما الحاجه دي حصلت في مروي او في جريمه عامه، ما منعوا السفر من والى المنطقه زي ما حصل في الكورونا. الكورونا بتنتقل من زول لزول، لكن ده ما بينتقل من زول لزول، يعني بمعنى اخر البعوض ما بيقدر ينقله من زول لزول الا من animal to human. ودي بعدين بتورينا ذات الطرق بتاعت البريفنشن، احنا ممكن نقي نفسنا من الحاجه دي كده.
بجد نقطة مهمة شديد، انه نو بيرسون تو بيرسون. الانيمال ديزيز اللي بيعمل لنا المرض ده، طبعا دي الحاجة المميزة ليه، وانه بيعمل امراض في الانيمال ديزيز بتخلينا نلاحظ انه والله في ايبيداميك بتاع ريفت فالي هتحصل، اللي هو في الشيب والجوتس بيعمل هاي ريت اوف ابورشن، بتلقى انه في كمية كبيرة من الاجهاض بتحصل في الانيمالز، واللام كيدز بيموتوا less than 1 week old بكميات كبيرة برضو. بالنسبة للكتل برضو بيكون فيه مورتاليتي عالي، وابورشن برضو ممكن يحصل 100%. يبقى دي الحاجة اللي احنا بنشوفها، مجرد ما نلاحظ انه في ابورشن تقيل، او يقول لك والله يا اخي الزول ده عبارة عن راعي كويس، وبدأت تظهر انه والله في ابورشن، مجرد ما تلقى كلمة ابورشن دي خد في بالك انه واحدة من الحاجات ممكن تكون الريفت فالي. ريفت فالي افكتد من سبيشيز اللي هو زي ما قلنا الشيب والجوتس والكاتل والكاملز، منهم ممكن يمشي الهيومن، ممكن يكون مايل فورم، ممكن يكون سيفير فورم. المايل فورم اول حاجه الانكيوبيشن بيريد عباره عن يومين لست ايام، بعض المرات ممكن يجي بمايل فورم يكون اسيمتوماتيك، او ممكن يكون بكلينيكال برزنتيشن خفيف زي مثلا فيفر، سدن اونست بتاع فيفر، وفلو لايك سيمتومز، مصل بين وهيديك، جنرال سيمتومز يعني. حتى الناس كانت بتلخبطها بالملاريا، انه في مصل بين وفي هيديك وفي ما عارف شنو فيفر، فكان هنا بتشخص على اساس انها ملاريا. طيب سم بيشنت ديفلوب نيك ستيفنس، دي بعض الاحيان نيك ستيفنس وسنسيتيفيتي تو لايت ولوس اوف ابيتايت، فهنا برضو كان الناس بتلخبطها مثلا مع شنو، مع المننجايتس. يبقى ممكن تتلخبط مع الفيفر بالفيفر والهيديك والمصل بين مع الملاريا، وممكن تتلخبط بسبب النيك ستيفنس والسنسيتيفيتي تو لايت والفوتوفوبيا وكده بالمننجايتس. سيمبتومز يوجوالي لاست 4 تو 7 دايز، حدها لسبع ايام اذا كانت مايل فورم. اذا كان سيفير فورم ممكن تكون في شكل ثلاثه كومبليكيشنز، اوكيولار ديزيزز او مننجيو انكفالايتس او هيمو فيفر، هنتكلم عنه. ممكن تعمل لي اوكيولار ديزيز الريتينوباثي اللي هو 1 تو 3 ويكس افتر السيمبتومز العاديه دي ظهرت، الزول بيجي كونجكتيفايتس فوتوفوبيا والريتينا كان بي افكتد اند ليد تو بيرمننت فيجن لوس، لكن طبعا ما بيكون في ديث هنا، خلاص الديزيز ما اللي يركز على الاي فما بيكون في ديث، لكن ممكن يكون في بلايندنس. الكومبليكيشن الثانيه اللي هو المينينجيو انكفالايتس اللي هو واحد من السيفير فورمز برضه، بيحصل برضه 1 تو 4 ويكس افتر ذا فيرست سيمبتومز، كلينيكال برزنتيشن انتنس هيديك، ويبدا يحصل له لوس اوف ميموري وهالوسينيشن وكونفيوجن ديسورينتيشن، ممكن يخش فيه كونفولجن، ممكن يخش فيه كوم. اعراض بتاع المينينجيو انكيفالايتس نيورولوجيكال كومبليكيشن كان ابير افتر ليتر اكثر من 60 يوم، ممكن تقعد لحد 60 يوم بعد ذاك تظهر. الديث ريت في الحاله دي may be very common يعني، ممكن يحصل معاه الهيموريجيك فيفر. بالنسبه للكومبليكيشن الاخيره اللي هي الهيموريجيك فيفر، ومنها اصلا التسميه بتاعت العائله الكبيره، ممكن تحصل 2 to 3 days after fever، 2 to 4 days after fever. كلينيكال برزنتيشن حنزول بينزف من كم حته، مثلا بينزف جوا في الجي اي، حيجينا بحاجتين، يا اما يحصل له فوميتنج للبلود ده فحيجينا بهيماتيميسيس، او يحصل دايجستشن البلود يطلع في الاسطول في حاجين شكل مالينا، او بتيكيا في السكين برا، او يجي بجوندس خلاص، او شوك ممكن يحصل لحد الدف 50% فاتاليتي. بالنسبه لللاب دايجنوزس ممكن نلقى السبيسيفيك اي جي ام، خصوصا ممكن يستخدم الاليزا في الدايجنوزس، او الريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار، ذا موست كومنلي يوز. بالنسبه للفاكسينز وان كيف نحن نقي نفسنا منه، طبعا ده عباره عن فايرال انفكشن، فدايما التريتمنت بتاعه سبورتيف، هتدي فلويد هتدي انتي بايرتيك وكده، لكن ما عنده سبيسيفيك تريتمنت، فافضل انه نستخدم البريفنشن. بريفنشن كيف؟ انه احسن طريقه انه ريستريكت الموفمنت بتاعت الانيمال، يعني اذا مثلا حاجه منتشره في الولايه الشماليه مثلا او في منطقه معينه، نمنع
هجرة الحيوانات والرعاة من حتة لحتة عشان ما ينقل المرض، لأنه بينتقل من حيوان لإنسان. دي حاجة. الحاجة الثانية، في فاكسينز بالنسبة للأنيمالز، يعني أنا ممكن أطعم الأنيمالز من الحاجة دي. الحاجة الثانية إنه برضو في اللاب الناس تعمل حسابها، تلبس الجلوفز، تلبس الإكويبمنت بتاعتها كويس عشان ما يجيهم المرض. أو ممكن برضو يكون الجزارين وكده واعيين بالحاجة دي، وما يخلوا دايما السوائل والحاجات دي تلامس مثلا عيونهم، تلامس الميكوتينيس تيشوز عامة يعني. نمشي طوال للفيروس اللي بعده اللي هو الدينك فيروس، بيعمل ايه الدينك فيفر؟ الفاميلي بتاعته هي الفلافي بيريدي، جينس فلافي فيروس، بيعمل الدينك او الدينك هيموريجيك فيفر. طيب اربو فيروس برضو اللي هو ترانسميت باي ارك روبوتس، ذا موست كومون اربو فيروس. الدينك فيروس ذا موست كومون اربو فيروس، برضو ترانسميت باي موسكيتو. الاستراكشر بتاعه برضه هو انفولب سنجل ستراند ار ان اي بوزيتيف سنس. خلاص قلنا اغلب الحاجات اللي اتكلمنا عنها هتكون عباره عن سنجل ستراند ار ان اي انفولب. الترانسميشن عن طريق الايديز، وفي الايديز اسمه الايديز ايجيبشياي. حتى بتاعت الريفت فالي برضه الايديز ايجيبشياي برضه بتلعب فيها دور. برضه احيانا ممكن الايديز البوبيكتوس تعمل برضه بالفيروس. اللايف سايكل انه الفيروس اونيكيوليت ان ذا هيومن ويز موسكيتو سلايفا، زي او زي الملاريا الموسكيتو بتنقلها من مكان لمكان. فيروس بعد ذاك لوكالايز ار ريبليكيت ان فيريس تارجت اورجانز، مثلا في اللوكال ليمف نود في الليفر. ذا فيروس از ذن ريليست فروم ذيس تيشو تو سبريد ثرو بلود تو انفيكت دبليو بي سيز وذا ليمفاتيك تيشو، يبقى بيصيب الدبليو بي سيز بعد ذاك. ذا فيروس از ذن ريليست فروم ذيس تيشو اند سيركوليت ان ذا بلود. بعد ذاك تاني الموسكيتو ينقص الكونتيننج بلوك، تاني يعمل سلو ريبليكيشن في الميد جت بتاع الموسكيتو ويبدا ينقل تاني لحته تانية. كلينيكال مانيفستيشن، they are actually four دينج كلينيكال سيندرومز. في اربع انواع واشكال من الدينج فيفر: undifferentiated فيفر والكلاسيك دينج والدينج هيموراجيك فيفر والدينج هيموراجيك فيفر ويز دينج شوك سيندروم. طيب نبدا بالكلينيكال مانيفستيشن اوف دينك فيفر. طيب زي ما قلنا هي بتهاجم السيلف او السيلف بتاعت البلد عامه، ممكن تهاجم دي ثرومبوسايتوبينيا، ودي الحاجه بتخلي بعدين يحصل لها هيمورج. ثرومبوسايتوبينيا فيفر وهيديك اللي هي جنرال سيمبتومز. تيبيكالي الهيديك بتاعها بيكون بيهايند الاي طوال. سيفير مسل اند جوينت بين، نوزيا وفوميتنج، ماكيولوباب الى الراش بسبب الثرومبوسايتوبينيا. ديسكرايب اس ايلاند اوف وايت ان ا سي اوف ريد، زي الجزر لون ابيض حواليه شنو اللون الاحمر. بالاضافه للهيموريجيك مانيفستيشن، الانكيوبيشن بيريد عباره عن 5 دايز، فيفر فور 5 دايز كاركترايز باي ليكوبينيا اند مودريت. طيب يبقى يجيني بثرومبوسايتوبينيا، ممكن يجيني برضه بليوكوبينيا. طيب الكلينيكال كيس ديفينيشن فور دينج هيموريجيك فيفر، دي كانت الدينج فيفر ساي، دي هنا الدينج هيموريجيك فيفر. كلينيكال كيس بيجي بشنو؟ فور نيسيسري كرايتيريا عشان اقول انه دينج هيموريجيك فيفر. اول حاجه فيفر، الريسنت هيستوري اوف اكيوت فيفر، وهيموريجيك مانيفستيشن. هيموريجيك مانيفستيشن بتاعت شنو؟ تظهر عنده الملينة، تظهر عنده الهيماتيميسيس، تظهر عنده حاجات انه في هيمرج حاصل. هنشوف البليتلت هنلقى عنده ثرومبوسايتوبينيا، هنلقى لو بليتلت كاونت اقل من 100,000 اور ليس، ومعاه ليوكوبينيا. الحاجة الرابعة اوبجيكتيف ايفيدنس اوف ليكي كابيلاريز، يعني دلالة على انه الكابيلاريز بقت ليكي. مثلا القى لو البومين، معناه كده انه الالبومين بقى يتسرب من الكابيلاريز بالور الفيوجن او غيره. دي كلها بتدل على انه الزول ده خش في شنو؟ فور دينج هيموريك فيفر. دي الكرايتيريا، فور كرايتيريا. طيب الدينج هيموريك فيفر دينج شوك سندروم، الفور كرايتيريا اللي فاتت دي بالاضافه لايفيدنس بتاع سيركيولاتري فيلر، بالاضافه يعني ساينس وسيمبتومز بتاعت شوك اللي هي عباره عن شنو؟
rapid and weak pulse, narrow pulse, cold calm skin, altered mental status, frank shock is direct evidence of circulatory failure. يبقى عبارة عن نفس الكرايتيريا اللي فاتت بالإضافة لعلامات بتاعت إنه الزول خش في شوك. طيب هنا بيوضح الهيموريجيك مانيفستيشن بتاعت الدنجي اللي هي السكين هيموريج زي ما قلنا البتيكية, جنجيفال بليدنج, نيزل بليدنج, جي آي بليدنج, هيماتيميسيس, مالينا, هيماتوكيزيا. هيماتوكيزيا طبعا الباسج اوف فريش رود بلود سيل ثرو ذا ريكتم, بيكون فريش بلود. المالينا دي عبارة عن دايجستد بلود, دايما المالينا بتكون عبارة عن ابر جي آي بليدنج حصل له دايجستشن بعد بقى طلع عن طريق اللور جي آي. اما الهيماتوكيزيا عبارة عن شنو؟ فريش بلود بيكون دايما من اللور جي آي. هيماتيوريا برضو ممكن تحصل عن انكريز المينستريال فلو, برضو ممكن يحصل ان يوجوال بريزنتيشن اوف سيفير دينك فير, يحصل هيباتيك دامج, انكيفالوباثي, كارديوميوباثي, ان سيفير جي اي بي. اللاب دايجنوزيس كلينيكال سيمتومز الواضحه بتاعت الهيموريجيك سيمتومز بالاضافه لزي ما قلنا الليوكوبينيا والثرومبوسايتوبينيا, بنعملها بنكتشف بحاجه اسمها تورنيكيت تيست فيروس ايزوليشن. برضو الديتكشن اوف دينك فيروس اي جي ام في البلوت, ممكن برضو نستخدم البي سي ار اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار, كلها ممكن نستخدمها. التريتمنت برضو سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو فلويد ريهايدريشن وريست وانتي بايريتكس زي الفات. ما في انتي فايرال ممكن نستخدمه, لكن ممكن نعمل بليتلت ريبليسمنت, يعني اذا كان في ثرومبوسايتومينيا سيفير ممكن نعمل ثرومبو بليتلت ريبليسمنت. نعمل مونيتورنج للبلود بريشر والهيماتوكريت والريسك اوف بليدنج. الطريقة الوحيدة بنقدر نحمي بها نفسنا اللي هي الفيكتور كنترول, نحمي نفسنا من الموسكيتوس, زول يلبس طويل ويلبس ما عارف ما يلبس اسود ولا. بالنسبة لليالو فيفر الكلاسيفيكيشن هي تابعة للفلافيبريدي جينس فلافي فيروس, برضه في النهاية عبارة عن انفولب ار ان اي فيروس بوزيتيف سنس. الترانسميشن برضو عن طريق تعتبر اربا فيروس عن طريق الموسكيتوس, خاصة الايديس ايجيبتشي اي برضو. الانكيوبيشن بيريود عندها انترنزك واكسترنزك. انترنزك اللي هي بالنسبة للهيومن لانها عندها تو سايكل, واحدة في الهيومن واحدة في الموسكيتو. انترنزك عبارة عن 3 to 6 days والاكسترنزك عبارة عن 1 to 2 weeks. البريد اوف كوميونيكابيلتي الفيرست 4 دايز اوف illness, دي المرحله اللي بيكون الزول بنقول فيها المرض له. الباثوجينيسيس اللي هو شبيهه بالفاتت, انه الفيروس الموسكيتو بتعبر السكين بتطلع الفيروس, بعد ذاك بيبدا يتكاثر, بيبدا ينتشر لللوكال ليمف نود والليفر والسبلين والكدني والبومرو والميوكارديوم اللي هو يعني اغلب الاورجانس. بعد ذاك بريزنت ان ذا بلود, تبدا يظهر في الدم. الليجنز بتاعت اليلو فيفر كوز باي لوكاليزيشن اند بروباجيشن اوف ذا فيروس ان ذا بارتيكل اورجان, بسبب انه بيكون قاعد في اورجان معين وبيقعد يتكاثر فيه وبيعمل فيه دامج. فعشان كده الانفكشن ممكن تعمل نيكروتيك ليجنز, سو ممكن مثلا نيكروتيك ليجنز في الليفر, نيكروتيك ليجنز في الكدني. برضه ممكن تعمل مشاكل في السبلين, في الليمف نود, في الهارت. ممكن تعمل serious disease characterized by hemorrhage and circulatory collapse. ممكن يعمل أثر على الميوكارديوم, يعمل لك شوك, ميوكارديال شوك. عشان كده سو it is a viscotropic, يعني بيقدر يضرب ويعمل دمج لكل الأورجانز. live attenuated viral vaccine given every 10 years للvaccination بتاعنا. بس في حاجات المفروض نتكلم فيها, انه produced in eggs and dispense it as a dry powder, ديوك باودر و produce in egg. عشان كده الناس اللي بيكون عندهم allergy to egg معناها ده contraindicated بالنسبة لهم الفاكسين ده, ما بينفع معه. But those allergic to chickens are not affected, ما عنده علاقة بالناس عندهم حساسية جداد وكده, لكن الناس عندهم حساسية ضد البيض فبالنسبة لهم contraindicated. زي ما قلنا immunity for 10 years usually start 10 days after vaccination,
برضه كونترا انديكيتد ان بيشن ويز اتش اس ار تايب 1 او هايبر سنسيتيفي رياكشن تايب 1 والبريجننت ليديز والاميون كومبرومايز، باعتبار انه هو لايف اتنيويتد لايف فايروس، فما بينفع مع الناس المناعاتهم ضعيفه منهم البريجننت ليديز والاميون كومبرومايز، والناس عندهم حساسيه برضه مشكله. عنده بعض السايد افكتس ممكن تظهر زي الفيبر ومايل جونديس ومسل بين ومايل بين في الحته بتاعت الانجكشن. برضه واحد من اهم الفايرال هيموريجيك فيبرز اللي هو الايبولا فايروس. الكلاسيفيكيشن بتاعه تابع للفيلوفيريدي جينس ايبولا فايروس، عباره عن فيلامنتس يو شيب sometimes برانشد عنده انفلوب سنجل ستراندد ار ان اي ونيجاتيف سنس. دي الكاركترستيك بتاعته. نو ريزيرفوار هاز بين ايدنتيفايد فور ايبولا، ما معروف انه المصدر بتاعه شنو، لكن سسبكتد في الفروت باتس او الخفافيش بتاعت الفواكه. ليه؟ لانه لقوا في انتي بوديز فيها ضد الايبولا. الباثوجينيسيس بتاعه انه الفيروس ريبليكيت ان ديفرنت هيومن سيلز، خاصه المونونيوكليير سيلز والهيباتوسايت والفاسكولار اندوثيليا سيلز. دايما بيهاجم المونونيوكليير والدندريتك سيلز ذا فيرست سيلز، فبالتالي بيؤدي لاميون سبريشن. دي واحده من المشاكل الكبيره اللي بيعمل الايبولا فيروس، انه بيقلل المناعه. بعد ذاك الديزيز بيحصل له بروجريشن لحد ما افكت البارينكيمال سيلز زي الليفر والكدني وغيره. بسبب الماسيف انفلاماتوري ميدياترز اللي بتطلع ان ريسبونس تو الانفكشن ده، فممكن يحصل فاسكولار بيرمابيلتي تزيد. الحاجه دي ممكن تؤدي لشوك، ممكن تؤدي لدي اي سي، ممكن تؤدي لبليدنج. في النهاية الفيروس كان affect most all organs leading to multiple organ failure، عشان كده بيسموه الماستر اوف evading the immune system. فبيقدر يضرب، بيبدأ بداية بالإميون سيستم، بعد ذلك بيضرب. الكلينيكال مانيفستيشن اوكيوبيشن بيريود بتاعته عبارة عن يومين لواحد وعشرين يوم، not transmitted during the incubation period. يبقى إذا ما ظهرت الأعراض الزول ما بينقل المرض. بيتقسم الكلينيكال مانيفستيشن لـ 2 stages، stage 1 و stage 2. ستيج 1 اللي هو النون سبيسيفيك، معناها دي عباره عن جنرال سيمبتومز، زول بيكون عنده اكستريم اثاثينيا اللي عباره عن بودي ويكنس وفيفر، جي اي سيمبتومز اللي زي الدايريا والنوزيا والفوميتنج والانوركسيا والابدومينال بين كلهم، الهيديك، ارثالجيا، ميالجيا، باك ايك. يبقى كل الجنرال سيمبتومز هو قادر يعملها. الميوكوزا ريدنس بيلقى في اورال كافيتي ريدنس، ديسفيجيا، كونجكتيفايتس، يعني اي حاجه لونها احمر حرفيا. ف حرفيا بيعمل راش all over the body except the face، بيلقى في راش في اي حته ما عدا الفيس. ده الايبولا. If the patient did not recover gradually at this point، في المرحله دي اذا ما بقى كويس، بعد ذلك طوالي بيحصل له progression لل second stage واللي هي المرحله بتاعت ال complication اللي ممكن تعدي للدث. ال stage 2 اللي هي ال specific، اللي بيبدا يحصل له hemorrhage، neuropsychiatric abnormalities، anuria، hiccup and tachypnea. Patient who progress to stage 2 almost always die. فطوالي بيؤدي للوفاة. حتى dead people ذاته بيحصل لهم او بيعمل لهم incineration، يعني بيحرقوهم. ليه؟ لانه الفيروس is more easily transmitted after death، بيكون more concentrated في الجسم، عشان كده الزول شنو بعد ما يتوفى بيحرقوه ما بيدفنوه عادي. برضه من الليت كومبليكيشن ممكن تحصل الارثالجيا والاوكيولار ديزيزز والهيرنج لوس واليونيلاترال اوركايتس. طيب الكلينيكال برزنتيشن كالتالي. الانكيوبيشن بيريد عباره عن يومين لستة يوم زي ما قلنا. بعد ذاك من اليوم الاول للثالث بيكون عباره عن فلو لايك سيمبتومز. من داي 4 لحد داي 7 بتبدا تظهر الجي اي سيمبتومز، النوزيا والفوميتنج والحاجات دي. بعد ذاك من داي 7 لحد داي 10 بتبدا الستيج 2 اذا تواصلت يعني. predictors of fatal outcome، يعني متى بحدد ان الزول ده والله خلاص بدا يخش في الاند ستيج. طيب بنقول suspected cases، اذا كان الزول عنده الالنس وعنده constant symptoms وريسك فاكتورز زي ما جاي. الكيس ديفينيشن لازم يكون في كرايتيريا معينه، انه الزول يكون عنده فيفر اكثر من 38.6
درجة، وعنده سيمتومز زي سيفير هيديك ومسل بين وابدومينال بين وانكسبلين هيمريج. يبقى زول يكون عنده هاي فيفر ومعاها سيفير هيديك او مسل بين وابدومينال بين وانكسبلين هيمريج، دي بتعتبر من الكرايتيريا بتاعت الفاتيلتي. بالاضافه لكده عشان نقول ده حاله اشتباه، لازم يكون في ابيديمولوجيكال ريسك فاكتورز، يعني مثلا خلال الثلاثة اسابيع الفاتو من ظهور الاعراض دي بيكون عنده كونتاكت مع بلود او البودي فلويدز بتاعت بيشنت نون تو هاف or suspected to have Ebola virus disease. بالنسبة للconfirmed case ده اللي هو suspected case الفوق ده ذاته، لكن عملنا له lab diagnosis وثبت انه عنده Ebola virus infection. دايما early in epidemic في بداية الجائحة بيكون في high inoculum dose of infection، بيكون الحاجة دي منتشرة شديد. البريجننسي بيكون no ما في survivor للبريجننسيز، أقل من 5 سنة دائما بيضرب الاطفال اقل من 5 سنه في البانديمكس او ابيديمكس. بيكون في فاست بروجريشن سيمبتومز، بيكون طوال اذا عنده بليدنج وتكبني او ليونس بليدنج. اللاب دايجنوزيس السامبلز ممكن نشيلها من البلط، نستخدم الاديتا اذا كان زول لايف اور ديد، او البلين كونتينر اذا كان برضه لايف اور ديد، او الدراي بلود سبوت اذا كان لايف. ممكن برضه استخدم اورال سواب بين الجنكشن مع بين الجنجيف والتيث. ممكن اعمل سكين سنيب من فورمالين، ده بالنسبه للديد بيرسون. ليفر بايوبسي برضو من فورمالين من ديد بيرسون. دياجنوستيك تيست ممكن اعمل فيروس ايزوليشن او فيروس ار ان اي، شوف الفيروس ار ان اي، او استخدم الاميون اسي اللي هو الاليزا والاي اتش سي، او الانتي بودي ديتكشن نشوف الاي جي ام سبيسيفيك للايبولا فيروس. لازم ياخدوها ناس معينين ومؤهلين وترانسبورتد باي سبيشال ميثودز حمايه للناس. تريتمنت نو نون كيور فور ايبولا، ما في علاج، علاج كله سبورتيف اللي هو الكترولايت واكسجين وبلود وكده. بس في نيو دراجز حاليا شغالين عليها اللي هي برينسيدوبرافير والفابيبريفير. الإيبولا ممكن تستخدم طبعا حاليا كمصدر للأسلحة الكيميائية بايوتيريزم. البريفنشن أفويد الكونتاكت مع الفيروس خاصة في حتة الأوت بريك. ووش الهاندز، ممكن يستخدم الإيبولا فاكسين. طبعا الإيبولا من الأمراض المكتشفة في المناطق بتاعت أفريقيا خاصة زائر والسودان برضو، حتى في نوع معين كده مسمى باسم السودان عديد. فالفاكسين ممكن يكون مونوفالنت اللي هو عبارة عن نوع واحد اللي هو فيه الاسترين بتاع الزائر بس زائريان، او بايفالنت اللي هو فيه بتاع زائري الاسترين الاول بالاضافة للسودان ايبولا فيروس. اخر فيروس هيموراجيك فيفر معانا اللي هو الشيكونجونيا او ما يعرف عندنا بالكنكشة، كان قريب منتشرة في شرق السودان كسلة. برضو بتنتقل عن طريق الموسكيتوس، هي من عائلة التوجا فيردي. رير فورم، لكن عندنا هنا بيحصل مع برضو خريف وكده وتكاثر البعض. الكلينيكال مانيفستيشن برضو زول عنده فيفر، بيتيكيا، ماكيلو بابي للراش، انفولف الليمبس والترنك، ارثالجيا، ارثرايتس افكتنج مالتيبل جوينت، هيديك، كونجكتيفال انجكشن، سلايد فوتوفوبيا. يبقى زول هيكون عنده اهو جنرال سيمتومز زي دي، فيفر و راش وألم في العضلات وفي المفاصل وحبة فيتوفوبيا. الكومبليكيشن يوجوال سيلف ليميتنج، يعني ما كومبليكيشن كبيرة، لكن بعد مرات ممكن تحصل مثلا منينجيو انكيفالايتس. برضو لقوا انه بعد مرات ممكن يحصل ماذر تو شايلد ترانسميشن. الديفرنشال دياجنوزيس بتاعه الدنجي والويست نايل فيفر. Diagnosis detection في الانتيبوديز عن طريق الإلايزا مثلا او الريفرس ماسكتيز بي سي ار. البريفنشن اللي هو فيكتور كنترول، نحمي نفسنا من البعوض.